نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل إيجاد دردشات الخدمات المباشرة على تطبيقكم تركولاير. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تركولاير، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الخدمات الدردشة المباشرة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تراقب الآن، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الرجوع. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.